الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987. في 8 ديسمبر لعام 1987 تعمد إسرائيلي يقود شاحنة دهس سيارتين تحمل عمالاً فلسطينيين فقتل 4 من العمال، ومع أن الحادث بسيط مقارنة بالمجازر الإسرائيلية المتكررة إلا أنه كان القشة التي قسمت ظهر البعير، فاندلعت على إثره انتفاضة واسعة عمت جميع أنحاء فلسطين. خرج الشعب الفلسطيني في اليوم التالي لهذا الحادث عقب صلاة الفجر من مخيم جبليا، وقد قامت الحركة الإسلامية بتنظيم صفوف المظاهرات العامة، فتصدت لهم إسرائيل بالرصاص الحي فتوالى سقوط الشهداء، وما لبثت الانتفاضة أن انتشرت في جميع أنحاء فلسطين. في 14 ديسمبر أعلنت الحركة الإسلامية التي كانت وراء الانتفاضة عن نفسها، وانطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقيادة الشيخ أحمد ياسين، واتخذت هذه الحركة طابعها الخاص بأنها تعمل من الداخل دون انتظار مساعدة العرب أو سواهم. اعتمدت الانتفاضة سلاحاً وحيداً تواجه به الجبروت اليهودي، وهو سلاح الحجارة، والتي قام بإلقائها أطفال صغار سناً عظاماً مقاماً، فكان الطفل يقف أمام المدرعة الإسرائيلية فيرميها بالحجارة دون خوف، إذ انتزعت هذه الانتفاضة معاني الاستكانة والخوف والذل التي غرست في النفوس لسنوات طويلة. تصدت إسرائيل لهذه الانتفاضة باستخدام العنف المفرط، فكانت تطلق الرصاص الحي على المواطنين العزلة على مرأى ومسمع من كاميرات التلفزيونات التي تنقل الصورة للعالم أجمع، فثار الرأي العام ضد إسرائيل مما اضطرها لتغيير سياستها، فاستخدمت سلاحاً أكثر تأثيراً من الذخيرة الحية، وهو تكسير العظام الذي يمنع الشباب من المشاركة في المظاهرات ولا يثير الرأي العام ضد إسرائيل. توسعت إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والاعتقالات العشوائية وعمليات التفتيش والترويع، بينما استمر السلاح الفلسطيني كما هو الحجارة. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.